قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دبته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. طب الحديث صحيح عند الإمام مسلم. طب أعظمهم أجرا إنه فيهم الذي أنفقه على عياله، دي أفضل دينار، وفي رواية أخرى على أهله. يعني أفضل الصدقات عند، يعني لما الواحد بيصرف على أولاده وعلى زوجته وعلى أبوه وأمه لو كانوا محتاجين، دي أفضل الصدقات. تخيلوا كمان أفضل لما الواحد يتصدق على شخص آخر غير أهله، يعني دي فضل من الله عز وجل. النهي عن غش المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر على صبر الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: من صاحب هذا الطعام؟ قال: أصابته السماء. يعني رجل قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حط ايده كده على يعني الراجل، باختصار بلغتنا العامية كده، كان حطت الاكل اللي كويس الطعام اللي كويس على الوش والوحش تحت. فما النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده فيه، البلل اصابت ايده، يعني الوحش تحت فسد، يعني بلغتنا كده الطعام فسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: من غشنا فليس في منا، يعني اظهر الوحش زي ما بتظهر الحلو. والله أعلى وأعلم.